تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، نظمت وزارة التربية والتعليم الحفل الختامي لبطولة خالد بن حمد للشطرنج لمدارس البحرين في نسختها الثانية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للشطرنج، وذلك في صالة مدينة خليفة الرياضية. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن سعادته بنجاح هذه النسخة من البطولة التي حظيت بمشاركة طلابية واسعة وتنافس قوي، وهو ما يعكس نجاح البطولة من عام إلى عام وما اكتسبته من سمعة طيبة وتنظيم متميز. وأكد سموه أهمية لعبة الشطرنج في تعزيز المهارات الذهنية والتفكير لدى الطلاب والمساهمة في إبراز قدراتهم وإمكاناتهم وزرع العديد من القيم النبيلة لديهم. ودعا سموه إلى مواصلة تنظيم هذه البطولة والعمل على تطويرها واستقطاب أكبر عدد من المشاركين، كما أشار سموه إلى أهمية البطولة في اكتشاف المواهب الواعدة لدعم المنتخب الوطني للشطرنج، معربا عن تقديره لكافة الجهود التي بذلت في تنظيم هذا الحدث، ومهنئا جميع الفائزين بالمراكز الأولى ومتمنيا لجميع الطلبة المشاركين التوفيق والنجاح. هذا وكان الحفل قد بدأ بكلمة لسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن جمعة وزير التربية والتعليم، أعرب فيها عن شكره وامتنانه لتفضل سمو الشيخ خالد بن حمد برعاية الحفل الختامي، وعبر سعادته عن فخره بما يحظى به قطاع الشباب والرياضة في مملكة البحرين من رعاية سامية في ظل مسيرة التنمية المباركة والنهضة الشاملة التي يقودها جلالة الملك المعظم بدعم ومتابعة دائمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معبرا عن بالغ اعتزاز الأسرتين التربوية والرياضية بالدور المحوري الملهم لسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد من أجل دعم النهضة الشبابية والرياضية. وأشار سعادة الوزير إلى أن البطولة قد شهدت مشاركة أكثر من 5000 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة. بعدها تم تقديم 3 فقرات رياضية، ثم تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد بتكريم الفائزين في البطولة من مختلف الفئات والمراحل الدراسية. وفي ختام الحفل تشرف سعادة وزير التربية والتعليم بتقديم هدية تذكارية لسموه.
نظمت وزارة التربية والتعليم الحفل الختامي لبطولة الشطرنج لمدارس البحرين، شاركت فيها جميع المدارس الحكومية والخاصة، وتشرفت أيضا بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لرعاية هذه البطولة. طبعا وزارة التربية والتعليم تحرص على ترسيخ الرياضات الذهنية بشكل خاص لدى طلبة المدارس الحكومية والخاصة. رياضة الشطرنج أو لعبة الشطرنج هي لعبة ذهنية تنمي مهارات التفكير الاستراتيجي، تعزز الذكاء، وتدرب الطلبة على التعامل مع تقييم المخاطر وغير ذلك من المهارات، فهي بالتالي مهارة حياتية مرتبطة أيضا حتى بتحصيلهم العلمي. سعيدين بتواجدنا اليوم في بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد للشطرنج النسخة الثانية بتعاون مع وزارة التربية والتعليم. احنا كلجنة تنفيذية لدورة الألعاب المدرسية لأكبر حدث رياضي بتنظمها مملكة البحرين بإذن الله في عام 2024 تحت رعاية سامي أمجاد الملك، على تواصل دائم مع وزارة التربية والتعليم لتهيئة اللاعبين من طرف الاتحادات المحلية واتحاد المدارس، وفي نفس الوقت من ناحية تنظيمية كلجنة تنفيذية نتأكد السواعد البحرينيين ومتأكدين موجودين لتنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة. اليوم احنا نشوف خير بروفة وخير تجربة حق حدث بنستضيفها بإذن الله السنة الجاية في مملكتنا الغالية.